هي البطولة ال11 مختلفة تماما عن أي بطولة. يعني أنا تعليقات كثيرة جدا، إن يعني مثلا امبارح كان معايا كريم كان بيقول لي إنها بطولة غريبة في كل شيء الحقيقة، ولكنها بطولة مميزة وستظل دائما محفورة في الأذهان. يعني ليه؟ إيه الكلام؟ ليه الناس بتقول كده؟ هقول لحضرتك، يعني طبعا ده مش نوع من الشكوى ولا ادعاء أي حاجة، بس البطولة دي كانت المفروض تبقى السنة اللي فاتت، بس خلاص قدر الله وما شاء فعل، ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية الموسم الماضي في ظل الظروف اللي احنا كلنا عارفينها، مش هنتكلم عليها تاني. إنما نقدر نقول إن هذه البطولة السنة دي كانت من ضمن، يعني ممكن تستحق لقب الأصعب في تاريخ بطولات أو مشاركات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومرت بمطبات صعبة كتيرة قوي يا كابتن. والحقيقة إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية تماما، رغم إنه في محطات كتير، حتى الجمهور كان مهيأ إنه هو يتقبل خروج النادي الأهلي من البطولة، ومع ذلك استمر الفريق واستمر اللعيبة واستمر الجهاز الفني، ووراهم دعم كبير من مجلس الإدارة ودعم أيضا كبير من جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ثقة منهم إن هم أو إن النادي الأهلي يستطيع أن يفعلها رغم كل هذه الصعوبات. وجاء طبعا مسك الختام في النهائي الأول اللي هو الذهاب في القاهرة، اللي استطاع النادي الأهلي إن هو يتقدم فيه 2-1، وأيامها قلنا صراحة كده منعا لحدوث حالة بلبلة وقلق وتوتر، قلنا أن الأهلي كسب، يعني مفيش داعي للزعل قوي، وأن الكرة في ملعب أو في بين أقدام لاعبي النادي الأهلي. وهذا ما حدث تماما في مباراة الإياب، يعني هكتفي بتعبير قاله كولر إنه إحنا قدرنا نسير المباراة زي ما إحنا عايزين، وفق لسيناريوهات مترتبة في أذهان أعضاء الجهاز الفني واللاعبين جميعا. بس والحمد لله طبعا إنه فوز كبير جدا، ويزيد من حلاوته الصعوبات اللي واجهها النادي الأهلي، وأيضا أن الكأس عادت من معقل الوداد في استاد أو مركب محمد الخامس.